استاتيك زاد انه مينيمال امبيدز. بالمولر المولر ما تدور انت نان استاتيك، يعني نادرا ان البيشنت يبين عنده المولر، حتى لو يبين بيشنت يجربوها الكاب فممكن تمشي عندك الاونلي والاوفرلي. تمام؟ ف احنا بالبدايه ها اكو لقطات انا طلعت لكم بها صور، انا حاط ايفركس وحاط لونج فايبرز اذا تذكرون حتى اقوي البيس اللي هم هذول جماعتهم. شايفين دول ينشرون حيدر وليد مال جماعه البايوميتك يقول لكم بايو بيس، هو هاي فكره البايو بيس هي عباره عن انه الكومبوز مالتك يكون فيها فايبرز. الفايبرز اللي عندك انت لو تكون شورت لو لونج، اللون مثل منه هاي الاشرطه شلون الربونت الانترليج يعني اي شيء. طبعا هاي الانواع يعني ناس راح نوضحها ما تصدق هي الفكره منها انه انا اسوي فد بيس قوي حتى يجي شنو يجيني فد ماده فوقها راح تكون تعوض الانوان. خلوا بالكم دائما احنا البايو بيس يتعوض شنو؟ تعوض دنتين، يعني انت حاط هون كونتاكت بالدنتين. بصوره عامه تو ستراكشر يتكون من طبقتين اللي هي الاساسيه عفنة الفاضي بقيت الامور، لكن هو يتكون يعني من مواد رئيسيه اللي هي الانامور اند دنتين. اوكي؟ الانامور هل يشبه الدنتين؟ لا. الانامور عباره عن يعني 90 او 95% من عنده وين اورجانيك. فهي الماده اللي تعطينا الصلاده وليس الصلاه. ماده صلده جدا لكن نفس الوقت برتل، هي اللي تعطينا الاستاتيك والشفافيه. هي اللي تعطينا بروتكشن انه ما بيها انرفيشن، ما تعطي سنسيشن، حمايه التوث. تحمي التوث من الاترشن، يعني انت الانامور مقاومه للاترشن. بينما الدنتين لا، يعني الدنتين سطحها خشن. بينما الانامور سطحها صحيح. فهو الطبقه الخارجيه للحمايه. فلذلك احنا نحتاج ماده من اجي اسوي السن اسوي فد ماده قريبه جدا على الانامور والدنتين، اقسمها طبقات. هذه فكره البايومان. كلمة بايو انه اسوي كسيميليشن لمادة السن اللي هي الانامور والدنتين. ليش لازم انا اسوي هذا الشيء؟ لان المادة حكيتكم البارحة ليش وقت من الاسباب حكى المجد قال ليش صار عندي فراكشر قلت له الكومبوزيت حطيت كومبوزيت فراكشر بالوقت. لان المعامل المرونة مال السن ما يشبه الكومبوزيت. قلت لكم بعدين من دخلت الهايبرد سيراميك معامل المرونه مالته قريب على الدنتين، فانصحكم بها وين تسوون من عندكم اونلي وليس اوفر، لان الاوفر هي شحن تغطي الجزء فوق اللي هو الانامور. فانتم تريدون تسوون فد ماده قريبه نوعا ما على الدنتين او شويه اعلى من الدنتين واقل من الانامور. فالهايبرد سيراميك من انت عندك تريد تسوي انلي او اونلي، تمام؟ تستخدم الهايبرد سيراميك. قل له بالمختبر بس سوي لي هاي الماده، سوي لي هايبرد سيراميك. معامل المرونه ليش انا يكون قريب على التوث ستراكشر؟ حتى من يتحرك التوث مو الحشوه تتحرك باتجاه وهو يتحرك باتجاه. يعني انا مثلا هسه ادفع طابوقتين، طابوقه خشب وطابوقه حديد، وحده اقل من الثانيه مثلا، الاثنينات نفس الحجم، فانطر ضغط طابوقه الخشب تتحرك اكثر من طابوقه الحديد، فشو يصير عندي؟ يصير فشل. هذا تروح باتجاه هذا ما راح هذا يخلع المرونه. انتم هذا مش مو عندكم، بس هو هذا اللي يصير ستريس على الكيبل سيرفيس مالتي. فتلاحظون اذا تلاحظون هسه هاي النقطه انه الاستيك شود بي هارمونايز وذ توث وذ هارت تشو تو فاسيتيت يونيفورم شيرنج اور ستريسنج ان ذا ريجن اوف توث ريستوريشن انترفيس ديورنج ذا فانكشن اوف ماستيكاتري لوب. فهمتوا هاي النقطه؟ يعني انه يوزع الضغط على السن على الحشوه انه يصير شيرنج، لان من كل واحد يتحرك باتجاه يصير شيرنج. هذا غلط الكبر اللي يسويه. فشافوا انه هذا السيراميك شافوا انه احتمال حتى بالمستقبل احتمال انه حتى كاسبر كفر احنا تحتاج. ليش؟ لانه الشيرن اللي تسوي تقلل الستريس، بس احنا حتى نحمي السن اكثر نكفر نسوي له ريدكشن بالاونلي. تمام؟ يعني ضافت لنا بوينت، انا من اجي احمي السن اسوي كفر مسوي موديلز اوف الاستيسيتي مشابه عمره طويل بس البيجن جود اور لايف يجوز 25 سنه بحق. لان انا مو بس نقطه الان يعني جوز هو ترى بس ما لحد الان ما في دراسه انه تقول لك من يعني كاست ثن ابطي. لان عندك البوند لحد الان عندكم البوند ما وصل مرحله انه هو تبدو ستراكشر. يعني تعرفون الترابط مال يعني الدنتين من يعني كالسيوم فوسفيت هو جزء كيميكال وجزء ميكانيكال.
برايكم يها اقوى الكيميكال ولا الميكانيكال؟ لا غلط، مو كيميكال. الكيميكال هو عباره عن ايونات ترتبط بينها، وين فايده الميكانيكال انترلوك اللي هي الجزيئات اللي انشاء تذكرون هاي اشكال اللي هي مثل منشور بالنسبه للانامر بالنسبه للدينتين فيوبلز متداخله، هذا ما نقدر نحكم. لو احنا قدرنا نقدر نسوي شيء متراصه الى درجه انسي بعد ما يطلع. يعني انت سبحان الله رب العالمين من منطينا هذا في الستركتشر منطينا في الميكانيزم غريبه عجيبه الدينتين، يعني اذا فقد الماي مالته نتيجه الايجين تشوفون اسنان الاوديج تتكسر لان ما فيها ماي، تمام؟ يعني هي مصممه بطريقه انه تتحمل هذه، واحده تشتغل كوشن واحده تشتغل حمايه. عاده الالاستيك موديولس مال الدينتين بين 14 و 8 كافي جيجا باسكال. وعندكم ايضا الانامول 72 الى 125 وشوفوا 8. اذا سوينا ماده مثل احنا نريد نخليها اونلاين كونتاكت دينتين، جبت ماده توصل فوق ال 8 راح يصير عندكم موجنج اكشن. ليش؟ لان دخلت انامول ان كونتاكت ويا من ويا الكابت. بس من تريد تغلب بس السطح الخارجي مثل ما يسوي جماعه البايو ما يحطون بايو بيس ويرجع بس السطح الخارجي، اجيب ماده مثل الانامول. منو عندنا ماده تشبه الانامول؟ الايماس. الهايبر سيرامك تشبه الدينتين، هايبر سيرامك اقدر استخدمها حتى بدون بايو بيس. ليش؟ لان هي تشبه الدينتين وبها شيء مقارب الى الانامول نوعا ما احسن من الكومبوزيت فتقدر تستخدمها. اللي او اونلي، لان الاونلي جزء ما يشمل الاونلي تفرعت مع قولك تسوي بس الكاس راح تدخلها بالكاس بس ذاك لا بس القبر مال الراس بس بالضبط. يعني عوضه بس انه هو الايماكس. هاي عليكم الفكره تنصح. Can we use a combination of different two materials with elastic modulus closely matching to the elastic modulus of enamel and dentin? يعني انه اجيب شيء مثل ما قلنا معامل مواد ما تبقى فاعل جلاس عين مجير ما تبقى معامل مواد. ستة الفلو اب 4 على 8 هذا تغطي السن مش من اللي تحطوه ورا فتره تلقون شيء صار اجمل تلقون اكو خط صاير بالدار مدار الماتش خالع هذا بسبب ليش اقول لك ما يصير سهم الفلو الفايبر رينفورس كومبوزيت بعمله توصل قريب الدنتين اللي هي جماعه البايو بيس يعني اذا تخلون بس بايو بيس مثلا ايفركس او دندي يوصل ل 15 ويك الهايبر سيراميك 23 بعد دخل ضد الدندي الايماكس 57 زرغوني 91 زرغوني اذا سووه الا يون لي كسر السن اذا سويه الا يون لي عالي وجن كل ما يصعد المال الاخير الى الاسيك موديلات يعني ستيب كثيره ما بيها مرونه تضغط ليش بالضبط لذلك يشوفون الا بالايماكس يتجنبوه يعني ما تشوفون ما يسوي الا كانوا قبل يسوون جولد ما فيها هواي مشاكل الا يدفشن الا يوحد الناس ما انه سوى هذا الوجن يشوف بالهايبر سيراميك لا جيد يعني سوي كومبوزيت ولا سوي انه الا مثلا اي ماكس انا ما اقتنعت صراحه خصوصا اذا كان التوث ويك يعني باخذ تو ستراكشر قليل انت سويت شنو الفائده؟ زين شنو الفائده من فايبر انفورس كومبوزيت؟ انهانس فراكشر ريزيستنت اوف اندوزوتيكال افكتيف هذا مثبت علميا فيفربل فراكشر يعني الفراكشر من يصير عندنا ما يصير يوصل للروس يصير غالبا سوبرا جنجالا والنقطة الثالثة اللي هي مسؤولة عن ذني النقاط كلها ذكرتها وراح أذكرها إنه reduce polymerization shrinkage enhance marginal adaptation and reduce micro leakage. أحد يقدر يشرح لي هاي النقطة الأخيرة هو شنو فائدتها؟ هي كلها الشغل ما تبغى. أحد عنده فكرة إنه ليش الفايبر شلون تشتغل؟ ليش يسوى باي بيس؟ بس عرفنا إحنا إنه هي قوية ومودلس إلاستيسيتي تسوي شيرنج مال سترايس بس هي نقطة كلش مهمة. شافوها احد عنده فكره ليش شلون تشتغل؟ مذكوره بالنقطه 3 احد يفسر شنو معناها؟ لا بالعكس انت المال انت شلون تبني بال المايكرو بشكل مو بالعكس يعني اذا شلون تشتغل مال ماتيريال ايش راح يصير هاي الماده ما تتخلص زين انت من الخاصه
من القصة ايش راح تسوي؟ تسحب تسحب الجدران مال السن الطبي صار قرار يجي اخر عن المعلومة ورا سنتين طرش لان اكو بيفد ميموري مو انت هذا الانمال بيخال بيه فلكشن واحد شين على فلكشن انت النجي وهذا صار ستريس يسوي البون تخوي مالته يسحب الكل بحيث يبين عنده لابد منه موقوف مو عنده يبين عنده سنستري سنه مطوح هذا مشروع يعني مضبوط هذا يجبر دكتورة فالسن شي يحاول يرجع نفسه يحاول واكو مستكنت ريلود فمرور الوقت يفتح البوند لانه بعد ما يتحمل يوصل مرحلة يرجع نفسه مرور الوقت فتح صار كيريس طقس زين شلون دي حسن المارجن ادابتيشن من قلل لك شلون كنت ماكو قاب قلنا ما تصير بعد زين الماتيريال نفسها ما يصير بها كراك السن ما يصير بها كراك اذا هاي النقطة هي مسؤولة عن انه الفيربل فراكشر إضافة لأن الفايبرز تنقل الفورس ما تخلي بمنطقة واحدة تنقل على طول الكومبوزيت شفتوا ايش قد فوائد عظيمة كلش شغلة الفايبر الفورس تنقل عندنا نوعين من الفايبر الفورس اكو شورت فايبرز واللونج فايبرز شورت فايبرز اللي هي الأبركس شايفين الأبركس اللي الكبسولة ما شايف الجيسي باكيت ازاي تحتمل راح تطلع حتى تشوف شعورات بيها شعافير مالا مال فايبرز بين كلش هاي الشورت فايبرز الشورت فايبرز هي هاي اللون ها والبلتك اف ار احد نستخدم مال بترون هذا الكوربل ده مالته يصير دول كيو كوربل ده ويجي بيه هو فايبر انفورس دائما الفايبر انفورس شنو مشكلته الابلكيشن مالته صعب من الضغطه قوي ما يطلع عنده هاي يفيدك تحس يعني تنشل كلش قوي كلش قوي يصير هذا شورت فايبرز شورت فايبرز هي هم احد يعرف الفرق بين الشورت فايبرز واللونج فايبرز شنو؟ اللونج فايبرز زي ما ترد بونت والانترنت الشورت فايبرز هي الياقصه الصغيره باتجاهات متعدده ليش باتجاهات متعدده؟ فكرتهم انه الفورس من تجي اذا جبت مثلا وحده مو بربنديكولار راح تكسر لنا الفايبر زين او مثلا يعني اذا جت موازيه مثلا هنا ماكو مشكله بس من تجي عليه مثلا هالفايبر سوبر بنديكلر كسر تمام بالضبط يعني عمليه نقل الفورس بكل الاتجاهات نقدر نفسرها هيك ما ندخل بالاكسس افضل لانه تنقل الفورس بكل الاتجاهات لذلك الفايبر بوست اذا تجينا من جهه محدده يطق كسر اذا تجينا بطريقه ما لا ينكسر وصلت الفكره ايش الفايبر بوست مرات يفشل لانه الفايبر بوست يعتبر من اللونج فايبرز مو من الشورت الياف طويله بس انه اللونج فايبرز شافوه المودرس اوف الاستيستي ما تعب فقاموا شو يسوي الجماعه يحطوا شورت ولونج شورت ولونج الشورت يتحمل الفورس من كل الاتجاهات بس المودرس اوف الاستيستي اللي قويه اكثر اللونج يسوي شيء يعني اللون تقدر تحطين مثلا في الاتجاه وبعدين تصورين اتجاه ثاني حطين عدة طبقات عندكم نوعين اللي هو الجلاس والبوليثيلين شوي هذا النوع طاب العنوان مال ستاف يعني ما طالع العنوان عندكم الجلاس والبوليثيلين بالنسبه للنون فايبرز خصوصا اللون اللي يجي انت الفايبرات عندكم عنوان لو صار مادة زجاجية لو مادة بوليثين الربوند بوليثين الانترليك لا الدراسات تقول لك ما فرق يعني. بس هذا فرق سعره 30 دولار وانت لازم تسوي له سايلينيتد وتصير به مقص كذا خاص يعني مو كل واحد يقدر يجي انا الناس ما اقدر اجيب كل شيء لان ما يطلع يعني ما اقدر اطلع فلوس يعني ليش اسوي الحشوة فانت تضيف اوبشن لكن هل هو انت راح تضيف ريزلت سوبر وهذا هو اللي يشتغل تشوفونج يعني انت راح تسوي له حشوة مثلا ما يدفع تقدر تستخدم البيش من يقول هاي حشوة مزلة يعني تسوي لي اياه وتاخذ منه مثلا 150 هاي فلنج بدون ما انه يسوون له 250 من هذا القبيل يعني فاكو نوعين طبعا الجلاس والبوليفين البوليفين صار من السفر مال المضاد للرصاص صار كلش قوي وال الجلاس فايبر تلقون منه هم مو بس لون تلقون منه شورت الابرز شورت جلاس فايبر هذا الانترليك وهذا الريبون شوفوا حتى يجوا وياه مقص خاص فيه تشوفون هاي الشعيرات مالته
تشوفون شلون صاير هذا القصر هو مثل المش هذا نفس الحالة ويجي مادة يعني مثل يعني هذا إذا غلاس فايبر الغلاس شلون تربط بالكومبوزيت تحط له سانيا دائما الغلاس ما يربط بالبوند إلا بسانيا فالأفضل تستخدم وياه تحط له سانيا حتى تقوي تمام هذا الربوند إذا تشوفوه هاي طبعا يعني صورة مو عن كيس مسويها هي يعني كيس منشورة تشوفون هذا تشوفوه هو هذا اللون فايبرز محطوط على طول البلت جمبر واكو بيهم يسموها تشوفون مصطلح وول بيبر تكنيك يعني صعد على الوول حتى شي يسوي يلزم الوول يشل بيه ما يخلي يعني فورس يوزعها على طوله ما ينكسر فتشوفوا يحطوه يعني على البارتر فلور وممكن يحطوه على على على, على الوول انا اكو شايف دراسات يقول لك انه تحطه بطبقين او ثلاثه احسن من تحطه يعني تحطها تحطه فلور وترجع تحطه طبقين واكد بس مو بيش كيس هاي كيس اصلا فايتال تو لكن يعني مرات شايف عندكم مثلا 8 ملم كلش فكل ملم ترفع طبعا ما يصير هذا او الافركس يوصل للكلوزر يصير فيه هذا اني لا مو سترس هو اصلا هو مصمم يتحمل سترس بس يصير فيه اترشن او يعني يعني ما يتحمل شوف هسه هذا شلون يحطه اللي يحطه على الفلفل فلور حط مثلا فلور وياه ويثبته حتى ينقل الفورسز هذه هذا اللون فايبرز يعني هو الانترليك يعتبر لون فايبرز زين هسه ارجع لكم بصمه طريقه بسيطه اكو فايبرات لو شورت لو لون شورت مثل كومبوزيت مثل ابركس بلت الالارت بنترون اكو وايد شركات زين هذه تكون شورت فايبرز اللون فايبرز منو عندكم يعني الفايبرات طويله اسمهم الريبون والانترليك هالو لون فايبرز تشوفوا يفرشه مثل شلون البي ار سي مال الصبر نفس الفكره وعندكم الفايبر بوست هم اللون فايبرز يعتبر زين الفايبرز نفسها بها انواع بها جلاس وبها بولي اثنين عندك الريبون يعتبر بولي اثنين الانترليك جلاس فايبر تمام يعني ابي اقسمها استنادا الى نوع الفايبرز وابي اقسمها استنادا الى طول الفايبر وصلت الفكره هسه الفايبر بوست هو لون فايبرز الفايبرز الموجودة بيه غالبا جلاس واكو مثلا يسوي اكو يعني اكو مثلا يستخدم بوليثين حسب الشغل الله حسب الاخر بس الاول ماشي الفايبر هذا دائما مثل شبشب
اللي طالعت من العوامل هاي الجلاس فايبرز، يعني هذا تدخل لو داخل الفايبر بوست يشوفون انه عباره عن فايبرات الياف طويله هيك، هذا مقطع هذا مو الفايبر بوست قصوا منه يباعوه يعني كروس سكشنال تمام، وهذا منه لا يباعوه طويل، فمن يباع كروس سكشنال هيك قدامه تطلع هاي كانه الالياف هاي هيك وجهه قدامه لا هاي شعبه هذا الرزن اللي لازم فيقول لكم لازم ما تعوفوا مع بعض المويه، ليش لو تخلي الحشو فايبر بوست والفايبر بوست طاح مالت النقطه اللي فوق لازم لا ما اكو فد بروتكتيف لاير ما رزن، لانه هذا اللي يسقط الماء يصير ووتر ابسوربشن يصير ديجراديشن ينفل الرابط بين الفايبرات وبين الرزن فيصير ضعيف الفايبر بوست، واحدة من الاسباب يقول لك انه هذا يصير الفايبر بوست ينكسر، لا مو هنا اكو مرات شو نسوي احنا؟ ليش حطينا الفايبر بوست وهذا يروح نقول يلا نكفر هو ما يكفر، فالفايبر بوست مالته الفتحه طالعه فوق الفصل باقي هو مستوى الفرن الجلوزر فهذه مفتوحه معرضه معرضه مرات انت مثلا شفت عالي ناس سيطر حكمت، بس شو يسوي هو هذا يعني شيء حكمت الصحيح المفروض هذا انت فد مليمتر او في مجال الفرن حتى ما يصير ديجريديشن يعني. خصوصا اذا هو مثلا ما ناوي يسوي على المدى القريب انه فد شيء كفر. اكو شيء اسمه كاستم ميد فايبر بوست اللي هو شنو يعني كنر اوفر بس الفايبر بوست مالتي يلعب بالكنر باعوها مثلا مستخدم كاربون فايبر هذا دار مدار اذا يسوي كل السمنت يصير شركج عالي يخلع بمرور الوقت تمام؟ يخلع بمرور الوقت فشو يسوي؟ يجي يحقن هنا فلوبل كومبوزيت داخل الكنر ويحط بوند داخل الفايبر بوست ويسوي كيورنج للفايبر بوست بعدين هو الفلور الموجود بالكنر يدخل الفايبر بوست فيه ويسوي كيور خمس ثواني راح تشلب الكومبوزيت وين؟ تشلب بالفايبر بوست بس بنفس الوقت اخذ شكل الكنر من اسحبها شو يطلع؟ يطلع لي فايبر بوست مشلبه بكومبوزيت ماخذ شكل الكنر هذا كاستم ميد ليش؟ حتى قلل الشركة تجي تقدمها مسافة قليلة والله داخل المي شايفين مرات من تجي تسوي يظل يلعب الفايبر بوست وهذا السبب الكنر وايد وانت ما مسوي لها ما مسوي لها كاستم ميد فايبر بوست تمام؟ شوفون هذا البروسيجر طبعا شو يسوي هنا الفايبر بوست؟ اكو من يقول لك انه يحط له يعني هيدروجين بيروكسايد حتى يسوي له مثل اتشي اكو يسوي له بلاك يحط لك مثلا ساند بلاس اكو يحط هيدروفلوريك اكو دراسات تقول لك ان الهيدروجين بيروكسيد بي بروميسنج ريزلت. نعم. بعدين من اطلع برا ارجع اكمل الجو. نعم. تطلع اذا انا كنت اسوي جود بروبريشن للكلام. يعني سويت مو انه في هواي انت انا غالبا يطلع ما صار عندي في المطالب. بس سويت خمس ثواني مستخدم في الفلور والماتيريال مثل اللي جمعت البلفر ليش؟ لان اللي بيها فوتو شيكر عالي اول ما تخلي خمس ثواني تصلي مو مثل ذا اكو فلور اذا مو بلفر ما بيها فوتو شيكر عالي احتمال تبقى قريه بس تسكبيت تبقى جوا بالسم وتوصل الموضوع تمام؟ فشوفون هذا سايلنت حتى ورا ما كملت الاتشي شافوا الهيدروجين بيروكسيد دقيقه يعني يسوي لنا مثل تخريش كلمة اتشنج يعني تخريش للسطح فمن خراشه شنو معناها؟ صارت الماتيريال تتقبل البون صارت السيرفيس انرجي مالتها اعلى اجى حق سالين قلنا احنا انه الجلاس ما تربط بالبون بدون سالين تمام؟ حق سالين حق ادهيزف اللي هو البون بعدين سوى اكتيفيشن حق الانسيرشن اوف كومبوزيت ريزن هاي سوى له خمس ثواني سحب ايش طلع له؟ طلع له هاي الصوره شفتوها؟ يطلع هذا الشيء زين هذه هنا دراسه تقارن يعني تاثير الفايبر بوست بعض كل ما يكون اللون افتح لحد ما يوصل للاحمر كل ما معناه ستريس ديستريبيوشن عالي بعض هاي النان هذا وذاوت فرق ستريس كلش عالي بس باهون كله على الفايبر بوست وصلت الفكره؟ فاكو ناس تقول لك يقول لك ما تسوي فايبر بوست هو ما عنده فرق يقول ما اسوي فايبر بوست انت سويه هو ما قال لك هو اول تايل هذا نهايته ينقلب بس راح يطول لك العمر مالك لان انت ما عندك فرق اذا الفايبر بوست ينقل الفورس لما ينقل نقل الفورس زين الورا سوى قلل
الطول مالته قلله شافوا نفس الشيء. هذا طبعا وين دخل دخل الاثنين الكلام هذا لو يجي ما ادري منو ما يقدر يسوي له ريتويت. انا نشوفون هيك كيس قبل حاول ليش انت مسكته ولا تتطخر ولا تورط نفسك لان يصير بيرفوريشن لو انت تصير ساحه. هذا الطبق جوا بالكلام ما يقدر يشيله. النقطه رقم 3 مسوي فراغ هنا زين ومسوي طويل شوفوا ستريس ديستريبيوشن هم بعد عالي زين 12 ملم داخل الفايبر بوست. النقطة رقم 4 اللي هو دي 2 ملم فراغ عنده وعنده 7 ملم جلاس باع شلون مصفر عنده ستريس كلش قليل. اذا احنا الفايبر بوست نحتاج ندخله هالقد يعني تقريبا هو بالكورنر تو بارت اوف ذا ميدل 7 ملم انسان ثيرمال بينال سيستم. نعم ثلث وات نعم توصل من السكرو مو بالفايبر بورس كبر هذا السو جريمه بحق البيشنت بحق نفسك انت اللي تسوي واللي وراك يجي يغلط عليك يومين لانه ما يقدر يسوي ما يقدر يسوي كذا ما يطلع ستريس اعلى بس انت تشوفون بالدراسه هذا يسموه تعرفون هذا التيست هذا يسموه فينت اليمنت اناليسيس. فينت اليمنت اناليسيس هذا بحث مسويه انا جايب لكم بحث ليشوف توزيع الضغط الازرق كلش هذا اللي هو اقل واحد بين اللي اخيره صوره اللي هو شو مسوي؟ مدخله بس 7 ملي وانا صراحه دخل 4 5 ملي ما مرات ما لانه خصوصا انت الكلام مو سكرت 90% انت تسوي فولس كلام انت شفت ترى درين ما تقدر الدوسه ويلا يطوف ما في شيء هذا من ما يطوف من الدوسه وطب هذا نسوي له فولس كلام بس ما نشوف عينه هذا حتى بالريتيت ما تقدر تسوي دائما لا تطوفون انتم هسه احنا مدرسه حتى الفايبر بوست بدأوا يلغوه اجي انا اسوي منهم فايبر بوست اجي اسوي فايبر بوست 12 مليم كفر هذا سوين فولس كلام انت الدوسين ما تروح بالكير تعبرين تروح غير اتجاه لين جيت تسوي فولس كلام يجوز ما يصير بروك اوف بيرفوريشن بس انت هنا من يجي يسوي ريتريت ما تتبهدل الطبيب ما يندر راح يلقي سمنت يلقي فايبر جلاس وكل شيء ما يندر راسه مرسه ما يندر زين هذا الباب شوف شوف هسه انت شلون النقطه لازم تفهمونها ضاع من النقطه رقم واحد هذا كلين باقي شكل الوالز كلين تشوفوها النقطه رقم اثنين اكو كميه قليله من السيلر هذا من تجي تربط واكو سيلر بدي ترى تجيب هاي منطقه تفرقت ما تحصل فيها بورد زين النقطه رقم سي بانك هيوج اماونت اوف سيلر اوكي تشوفون ولا لا والنقطه دي سيلر اند جيت بيركي تبيكم احد من يسوي فايبر بوست بريبريشن بس لوب يشوف الكنال نظفت ولا لا اذا انت ما متاكد الكنال نظيفه لا تسوي هاي حتى سكرو وارحم البيشنت لان هذا انت هنا راح توقع ورا فتره ده فول تنظيف سوي له بريبريشن وتحطوا له حتى ساند بلاست انا اسوي لكن هل انا 100% اقدر انظف الكنال كذا مستحيل انا الناس ما اقدر انظف ما يصير ما تقدر بس قدر الامكان احاول انظف ما اعرف الكنال يجي كلها بان هذا مو شغلي هذا هنا دخل بالكنال مسح الزياده وسوى سمنتيشن يجي عليه ما يتحرك زين شافوا طبعا انه اذا راسا انت افضل شيء تستخدمه وابسط شيء هو السيلف ادهيزف ريزنت سمنت يعني مو اجي بسوي تشينج بداخل الكنال واسوي بوند واحط اسوي له يعني كيورنج وارجع ما اعرف شنو ذن الخطوات افضل طريقه اسوي انه اجيب سيلف ادهيزف ريزنت سمنت واقعد بس ما اسوي له رسم هاي يقارنون بين الانواع اللي انه اذا اسويه مثلا خلال صفر دقيقة أو ثلاث دقائق خمس دقائق شافوا قبل خمس دقائق هنا إذا تلاحظون هذا الحمار قليل يعني ستريس اللي صار على الفايبر بوست أقل تمام بينما هنا إذا تشوفون الجد عالي في البداية إذا راسل سوي لك يوم بدون ما تخلي يصير فيها أولا ليش؟ لأن أنت هنا السمنت لازم هو سيلف أدهيزي وسيلف إتشي لازم تخلي المادة تسوي لك الطب بالديتا نوتيوبر تسوي لك إتش بي وعطيك خمس دقائق ونفس الشيء الماتيريال اللي تكون بالسوفت كيور اقول هنا جالس يعني تشتغل براحتك فما يصير الشنكج قوي بينما انت الماده اول ما حطيتها راسا لايت كيور عالي راسا يصير الشنكج قوي
فانطي في المرحله 3 دقائق تسوي في المرحله النوايس تسوي اي او في بالهذا الكنال يطلب يسوي لك بند ديمينرايزيشن يطب الكنال يفرش جوا ويسوي هو كيور خفيف وبعدين بلزق بلاتي شافوا انه هاي دراسه بال 2017 جورنال اوف بروستودونتكس ريسيرش يقول لك انه فراكتشر ريزيستنت اوف اندودونتيكال ريتيتي فريستورد ويز شورت فايبرز اللي هي الابركس او جماعتها شافوا انه شوفوا بالجروب 4 طبعا اعلى من الجروبات الاوليه الجروبات الاوليه 800 تقريبا و 1400 هذول اللي الكومبوزيت العاديه بس بالجروب 4 بالجروب 5 شوفوا وصلت ل 1700 و 1900 تقريبا اعلى من الضعف ليش تشوفون ايش قد الفورس صعدت عندنا انه الاستنتاج الواصل لانه الريستوريشن ويا ايفركس بوستر بوستيرير فايبر انفورسمنت شوت ذا سوبريور فراكشر ريزيستنس اذا هذا اول بحث مو اول بحث بس هذا اول ايفيدنس نشوفه هنا يدعم لنا انه استخدام شورت فايبرز هذا هنا بالجروب 5 عندك الشورت فايبرز اللي هي بالجروب 5 اللي هي الايفركس شوف هنا الايفركس صارت على النمبر بوينت ايش يسوون يعني بسبب انا تصوري انه نتيجه انه شورت فايبرز امتصت القوه من عده اتجاهات ممكن توزيع على الفورس كان افضل بس قلت لكم اللونج فايبرز فيها شغله احسن انه المودولس او الاسس على المدى البعيد احتمال الريبوند اقوى ليش على المدى البعيد عمليه الشير مال الفورس احنا الشير مال الفورس ما بين راس بين على المدى البعيد انه ما يصير عندنا ما يصير ديبوند بينه ولا فركس حملت قوه على بس يجوز خليه ايجين فشي يسمونه انيشال فيلر او يعني ديلي فيلر احنا اكثر الكومبوزيت فيلر ترى ديلي مو انيشال يعني مو ياكل شغله قويه والله ماكو شيء يصير ديبوند ويصير ديسكلريشن كيريز والله فاحنا اذا نطور هسه هاي تعطينا الميديت يعني انهانسمنت وذيك تعطينا اللونج فايبرز على المدى البعيد فليش يخلون الاثنيناتين هذا السبب اللي شوف فايبرز هي تجي كبسولات تحطنيها لا بالشمبر بالشمبر داخل الكنز هذا بس الفايبر اللي هو يعتبر نون فايبر حتى لل اي هاي تبدا تنسون مثلا بالمولار اون لاي اوفر لاي وكذا تريد تحطين بايو بيس تحطين شورت فايبرز ولون فايبرز تمام حتى اللون فايبرز اللي انت الريجول هاي ما تحتاج قصه بالمقص حتى شفت لكم الصور من حاطها اللي هو قاص المش وحاطه بس على الجنبه ما يدخله هو اكو بهم يدخلوه بالكنال بس انا ما احب هذا الشيء ما احب influence of different fiber force and force composite on shear bone strength was bonded to enamel and the tin structure شوف شافوا اضافه الفايبر reinforced composite add the intermediate positive effect on the shear bone strength of the composite bonded to the two structures and resulted in changes in the fracture pattern تذكرون هاي حكينا قلنا يقلل البوليمرايزيشن شرينكج ويقلل الستريس على المارجن هذا بالنتيجه شو يؤدي انه يؤدي انه حتى قوه التصاق الحشوه بالسن اقوى السن فاذا انقاسوا البون سترينت حتى البون سترينت اقوى وحتى المارجن ادابتيشن اقوى فاللي يشتغل شغل عظيم فراكشر سترينت with post and core composite core only يعني انه نريد نشوف البوست بي فايده ولا ما بي فايده هاي الدراسات طلع شوف شنو اللي يقول بالفايبر رينفورس كومبوزيت الاي جلاس 60% من الادهيزف كور فراكشر اكر كفرنج 1/3 اوف ذا كور اند ان بولي اثيلين فايبر رينفورس كومبوزيت تقريبا بما يقارب ال 100% صار بالكنال اوبننج ديتاشمنت زين بحاله التيتانيوم بوست The post remained in the place with partial detachment of the core material from the core surface at varying degrees. زين. إذا تشوفون يعني الفايبر بوست هنا طبعاً الأسنان هنا نستخدمها صراحة راحت من بالي بس خليني أرجع على هاي اللي هو الإيفرستيك إذا تلاحظون
انه عملية الفيلير اللي بتصير مستقبلا شافوا انه البوست التيتانيوم بوست اقوى واحد بس ليش بتعلن عنه؟ لان احيانا اذا الفورس تكون عالية تضرب السنة يعني عملية التكنيك ما تسلسل زين شافوا ايضا البولي اثيلين يعني تقريبا 100% يصير الديتاتشمنت بيه بالكنال اوفيسز فهذا اللي يؤيدنا انه احيانا انه احنا ما نعتمد فقط على جماعه الفايبر رينفورس كومبوزيت الفايبر رينفورس كومبوزيت التيف اللي تكون ما بيها بوندنج سيرفيس اريا ما تفيد يعني مثلا البريمولا تجي تحطها بدون فايبر فورس انا بريمولا ولا انت لازم تحط لها فورس لأن تشوفون هذا سبب هاي النتائج تطلع لأنه 100% يصير عندنا ديتاتشمنت أوكي؟ يصير عندنا ديتاتشمنت يخلع هو الكور كله والحشوة تطلع حتى لو صار يعني هو في مرض فراكتشر زين بس هو يصير ديتاتشمنت بينما أنت هنا بالبوست إيش يصير عندك؟ The post remains in place with partial detachment of the core يعني بس الحشوة تطلع يبقى قوي زين يعني هسه راح توصلكم فكره احيانا البوست وحده افضل من انه الفايبر انفورسمنت شو وقت الكيسات اللي ما عندي بوندنج سيرفيس لان انا ولا احط يعني شورت فايبر صح بس لازم احتاج مكان احطه فبالمولا استخدم الشورت اللون راح بس نادرا انا بالمولا ما استخدم فايبر انفورسمنت مساحه سيرفيس اريا عالي من ادخل للبريمولا وما عندي فراغ لا بكون احط واحد ومرات احط دبل فايبر انفورسمنت الفورس راح تنتقل منه وشفتوها من تنتقل هاي يشوفون الفيليرات وين صار عندهم من ما عندهم بالاكثر شيء بالانتيرير وبال بالبريمولر هسه شوف هذا هنا الدراسه مسوى على الانتيرير تي الدراسه يا سنه 2015 The placement of glass fiber posts significantly improved the fracture resistance of endodontically elevated maxillary central incisor والسيرفايكال كارد يعني شافوا الفايبر فورس بالانتيراتيف مفيد جدا اذا بنستغنى عنه قلت لكم اخو بيهم يروحون انه يحط بالكنال يحط يعني ما يسوي لونج فايبرز يجيب لا هو يسوي يجيب هاي الكبسوله مال ابركس ويحقنها بالكنال على مود انه انا صراحه اتذكر شفت دراسه تقول انه هذا شيء مو ناجح لان الشورت فايبرز ضمن حدود معينه نقله للفورس يعني يعطيني فورس قوي بس نقله للفورس مو قوي مو مثل اللونج فايبرز اللونج فايبرز هم دردين يعوضون يعني هو ما ادري ليش دردين يعوضون انه الشورت فايبرز ماكو دراسه تقول الشورت فايبرز بالانتيريور حتى لو بالكنال افضل من اللونج فايبرز يعني من الفايبر بوست تمام ماكو شي دراسه من جابها ما ادري هسه انفلوس اوف فايبر بوست اون فراكشر ريزيستنت اوف على بريمولا شنو شاف؟ وضع الفايبر بوست مفيد وين؟ مو كل الحالات طبعا من عندنا اقل من تو ووردز يعني باقي عندك بس البوكر بس اكو مرات انت تشوف البوكر والبول موجودات بس تعتبر اثنيناتهم موجودات ليش؟ تذكرون هاي الكراتير الباحة قلت لكم اذا جوا الاثنين ونص بالبريمولر تعتبره ضعيف فمن انت عندك مثلا بريمولر 2 مليمتر نوعا ما او 2.5 تريد تسوي له بروبريشن انت حاطه ببالك انه هذا تسوي له اسفلت دامج فانت من راح تسوي بروبريشن 2.5 تسوي له بروبريشن كل 1 مليمتر تشيل بس اللي هذا راح يبقى شنو عندك؟ هاي اذا ردت طب اذا سويت فيرتيكال جزء تشيل 7 اعشار او 5 اعشار تمام؟ راح يبقى عندك 1.5 الى 2 1.5 كافي يعتبر فيرال ثكنس كافي للكرام زين؟ ما احتاج انه انا هنا عندي تو وولز حتى لو موجود بس اسوي اسمر كفرج واسوي كرام بس من انا مثلا عندي واحد من الورات موجود واحد من الورات هو 1 ملم هذا بس اسوي طار الورد كله ما اقدر اعتبر اذا هنا شو احتاج؟ انه يكون عندي اقل من تو وولز ومن عندي الوولد بيث ما اعتبر نو فاني احتاج هذا عمل الدكتور حيدر حسن من المستنصريه
هذا دي يشوف على 100 فلو هذا من ما عنده فلو باع شنو يضرب بالسن بال 186 يعني هذا اقل شغله يعلج عليه جزء يضرب تمام فصار عنده بروكسيمال صعد له 386 من عنده بروكسيمال من عنده فيشل 347 ومن عنده بليتر صح 747 ومن عنده فيرال ارم 803 يعني انت شوف انت هنا الفيشل 347 بينما عندك البليتر ضعفه فاهم شيء بالانتيريور في البليتر صفر كثير بارك واحد هذا الابد لا تاخذ منه هذا الفيرال كل نبي فلوسه كل نبي بس هذا يعني اذا منها صفحه طاير هذا اعتبر البيشن بور بروجنوسيس يعني اقول له ان هذا بور بروجنوسيس هذا الكيس انا مسوي شو اسمه يعني تنظيف تشوفون هذا كسر بس ايش قد دبل فايبر بوست وما داخل هو ما يدخل هو ربانا ما احتاج منه هو هذا بوندنج تسوي انت مو هذا في كل متر هذا يتحمل هو بوندنج تربط شيء وتوزع الفايبر من طول هواية ما تستفاد منه لان فايبر بوست يعني مشكلته كل ما اطول كل ما اضعف يصير ديفلكشن لو تلاحظون هنا انا مسوي فد عملية يعني هذا البيشنت الحمد لله شكر بفر كان الكيس شو اسمه حولوا لي اياها ب 2 كنلز زين لور 5 او هيك شيء كان هذا اي لور 5 هذا الصور كان ف سويت فد لو تشوفون هنا شويه اكو فد يعني بعد شويه ويطلع الفايبر بوست المفروض هذا ما يطلع تمام هذا اذا تلاحظون بهاي الصوره اكو فد شيء ذني مثل الشعيرات شو مسوي انا؟ سويناه حاط لون فايبر الصراحه ما له داعي شيء يعني اكثر زايد ما له داعي اسوي لون فايبرز ويا يعني مستخدم جماعه الانترليك زين وراجع حاطهم افريكس فوق يعني شورت فايبرز فهذا هنا دمج ثلاث اشياء السن كلش ضعيف ويك صراحه شوفوا لين طاير كله يعني من جهه هاي ترجعون على هاي الجهه هذه اول وحده هذا سن طاير هنا واضح ان هذا كله طاير تمام عندي فقط هذا منها بنيته حطيت هذا لون فايبرز حطيت هذا ايفركس شورت فايبرز فوق فانا هنا حاط دبل فايبر فوز لون فايبر شورت ما له داعي شيء زياده هذا هنا أنا ايضا انا شو مستخدم؟ مستخدم هنا لون فايبرز اذا تلاحظون هذه هاي لون فايبرز وفوق هذا الصفر هذا ايفركس شورت فايبرز ورافع المارجن مسوي له يعني اذا تلاحظون شوفوا هذا هنا هذا تشوفون الفايبرات هيك مثل التمامجات صار هذا فايبر صار نستخدم هاي اللون فايبرات اللي اشرت عليها هاي بعدين وانا برفع في المارش شوفوا حتى هذا الاصفر شلون تميزه باع لونه شلون على صفار المهم هذا على صفار هذا فوق ايفركس شورت فايبر وهاي الجنجاب بسيط هاي كومبوزيت عاديه زين على مود الادابتيشن لان هذا مشكله بيه ادابتيشن فما اقدر احط المارجن مالت الادابتيشن بيها مشكله خصوصا هالمنطقه كريتيكال زين؟ هذا ايش باقي ليش انا باقي اقل من والله مرات اذا عندك والين طايره وواحد من شاك فيه انه ضعيف ممكن يعني اذا باقي والين وواحد من الولات ضعيف ممكن تحط واحد 1 فايبر بوت بس مثلا يجي كيس باقي واحد هو اصلا ضعيف هذا البروجنوسيس مالته هذا البيشنت من عنده طبعا شوف هاي الكيسات مال القرايب تجي يعني تعال هاي الانيشال اتش دي زين وهذا هسه هنا طالع تشوفون هاي طالع هذا اللي احكي عليه زين المفروض ما يطلع المفروض ما يطلع طالع هاي واحد هذا اثنين زين هذا هنا ايضا الكيس طبعا هاي بلد فكرت يعني اللي تشوف وذن يعني وذن جنجبه او ساب جنجبه طالع روت شيب مال روت بيت زين هم بنيته شلت هذا استخدمت بس 1 فايبر فورس يعني عندكم هذا الوول ضعيف تشوفون هذا الوول تقريبا نص سيطر يعني هذا ويك هذا بس هنا زين الخطا هنا كان المفروض يعني هنا انا منزل الطول بس هذا المفروض كله شيء هذا كله سبورت يعني ما منه فايده زين السلام ورحمه الله هنا انا ضايف اذا تشوفون فايبر بوست حاط شورت فايبر رينفورسمنت اللي يمين هي الابركس تمام وهاي الفاينل ريزلت فانا الهدف هنا شنو؟ ازيد الالاستيك موديولز قدر الامكان
ازيد الالاستيك موديلوس. فاستخدمت هنا فايبر بوست وشورت فايبر رينفورسمنت. انا برايي ممكن كان بس اللونج فايبرز اللي هو الفايبر بوست كلش كاف. زين اكو شغله انا ما ذكرت لكم اياها، يعني الفايبر بوست شو نسوي له؟ من شن ال 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 الكوتيبيرتي؟ يعني اكو بعض المراجع انا يعني صراحه شفتها جيده الوضعيه مالتها، تسوي ساند بلاست انساد ذا كنال زيد لك الكلينس مالتها، وبعدين ارجع بالايثانول اغسل الكنال حتى تزيد لنا الكلينس، وبعدين مثل ما قلت لكم تحط السمنت مالتك اذا تريد مثلا تسوي كاستم ميد فايبر بوست تحط فلوبل كومبوزيت تاخذ كانه برشن للكنال وترجع السمنتيشن مالتك بليش تسوي تعوفه بالكامل خمس دقائق مو راسا نسوي له كيور للسمنت، لان اذا سوي له راسا كيور يصير عندك ستريس عالي وهذا شفناه بالدراسات اللي سووها. زين هاي ذاك الوقت يعني ما جلت اصلا هذا ما حاط اصلا لا هذا بس فايبر بوست ما حاط حتى لو فايبرز ما حاط ولا شورت فايبرز. هذا البيشنت ما اعرف منين اجى اصلا هذا يعني هذا هنا كلش ويك تو ستراكشر يعني ما باقي له شيء. فانا هنا 90% ما راح يكون اعتمادي راح يكون فقط على الفايبر بوست. فهنا ايضا اللونج فايبرز انا مستخدم دبل بونتك وتوفل ماي وتفلون من هنا وبسوي يعني سبلت داون تكنيك. ليش؟ لانه ما اقدر يعني كلش جديد. زين ف ريزلت هاي النهائيه طبعا هنا ايضا الخطا اللي صار عندنا يعني مرات انت لما تشتغل ما تكون ممتلئ على الكيس. ليش؟ لانه انت يعني فوكس قوي اكو عندك امور تهتم لها اكثر مثلا المارجن مثلا عندك الادابتيشن مالتك شو راح تحتاج الايزوليشن كلش ستركت بيج كيسات اكثر كيسات صارت فيلير بسبب الايزوليشن. ايضا اذا تشوفون هسه هذا ليش احنا دبل فايبر بوست التوث هذا ويك هذا ترى ما يعتبر هذا نو فيرل هذا هل اقدر اعتبره فيرل؟ ما هو فيرل. يعني احنا مرات تجي يقول لك هذا سن بي 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 شو اسمه يعني انا اقول لك هذا سن وبي بي يعني والله هذا ما يعتبر هذا بور بروجنوسيس. هذا اذا تشوفون هذا طبعا هنا انترليج هذا اللون فايبرز مال فقره تقريبا سعر الفايبرز 50,000 واكو يعني جماعه يستخدمون الربوند. انا صراحه جرب الدكتور مصطفى الربوند ولا غالي مو؟ ليش؟ يقول لك يعني المقص مالته واللازم مالته سالم يعني انا بشرفك مشتري بالنهايه ايش قد اخذ على الحشوه؟ فانا استخدم اللون فايبرز من اي شركه المهم جلاس فايبر بس الفرق ذاك بولي اثيلين فايبر هذا جلاس فايبر. بالدراسات ماكو فرق نهائي يعني الدراسات علميا سيستماتيك ريفيو يقول لك ماكو فرق بيناتهم. هذا الانتر فايبر زين هذا هنا خلينا نشوف هذا الفلوبر ضفت حتى كفر الانترنت. هذا هنا حطيت ابركس حتى اضيف شورت فايبرز. هذا بعدين كملته طبعا هذا لا يعفي انه انت المفروض تسوي له بعدين تعوض طبقه الانامول تعوض طبقه الانامول بالاندايركت ريستوريشن. يعني احنا هذا موضوعنا دربطه والاندايركت. احنا 90% من شغلنا خصوصا يعني انتم كبدايه حياتكم ما يجيك بيشنت راح يجيك بيشنت يقول لك سوي لي سني ما يجيك يقول لك سوي لي ريهابيتيشن ولا برجات ولا برجات يروحون على شخصيه كذا وكذا يعني الريهابيتيشن اكثر شيء تستخدم البرجات. زين ف اتمنى ان المحاضره افادتكم اليوم لان هذا دخل جماعه البايو بيس جماعه هواي شغلات تجينا عليها صراحه. الدكتور مصطفى اني لان انت يمكن ان شاء الله تروح خير وسلامه دراسات وهاي بس اني كانت كنت اتمنى يعني حتى الجماعات اللي راح تجي هسه راح يتعينون يعني اريد واحد وياي يساعدني انه يعني ينطي محاضرات لهم كل المجالات لان انا متاكد هسه هم عندهم ضعف حتى بالبوت. هسه اذا اقوم واحد اقول له احكي لي شنو الفرق بين التو ستيب سيلف اتش وبين الوان ستيب ما يعرف اصلا ما يعرف شنو الجيل السابع وشنو الجيل. يعني هسه انت تروح للمكتب ياهم من تختاره هذاك اليوم شفت واحد ناشر يقول لهم يا احسن بوت هذا كفر بحق طب الاسنان تقول لهم يا احسن بوت. لا انا ما اقصدهم هم شخصيا بس اقصد انه لازم اكو محاضرات من هذا النوع
يعني هسه أنا واحدة من الشغلات اللي ما يقدر طبعا ينطي محاضرات راح تكون أنا عندي فكرة يعني ولو أنت ما تلحق بذاك الوقت راح تكون مخبوص بدراسة وشي راح سوي دكتور حيدر سوينا قناة على التليجرام راح ننزل بيها شكو كتاب شكو فيديو نمتلكه هذني أنا عندي مخازن إذا كشفت عنها الحجاب يعني كنوز بذني راح ننزلها مثلا شخص عنده كتاب جديد شخص عنده فكرة أرتيكل حلوة قراها يكون جماعة التعليم الطبي المستمر أو جماعة مركز الشهيد وسيم على مدى الدفعات اللي راحت وين راح تجي تنضم إليه يكون فقط مخصص الحالات العلمية مثلا يوم ها ننشر به حتى اللينكات نريد نسوي مثلا اليوم فد ملتقى أو فد شي فد أونلاين ميتينج وهذا راح يصير لأن أنا ما صراحة أبقى وياكم أنه أعطيكم بجروب المركز أنا ما لي علاقة لأن هذا أكو شغلات بيها إدارية واحد يسأله يقول له الطريق مفتوح واحد يقول له اليوم مداومين احنا ما نريد نضيع نفسنا بيج جروب نسوي شغلات نسوي شيرنج مال كيسز زين طلع بس ليش نرجع احيانا للفول كفرج من ما عندنا بوندنج سيرفيس اريا مثل منه مثل البريمولر ولا انتيريور تيث نوعا ما ما عندنا خصوصا البريمولر فول سيرفيس صغير فانا ما اقدر ارجع للاونلاين بالبريمولر يعني ماكو واحد يسوي لك اوكلوزال فينير على بس مجرد انه سن ضعيف لا اكسترنال مقبول ولا حتى فانكشنال ميبي انه يصير ديتاشمنت فراح ابدي جاي قال لك اسوي فالشيء محافظ على السن وين هذا احتاجه؟ احتاجه من انا ما اقدر اسوي فد فينش لاين قوي يعني ما اقدر اسوي يعني وين؟ بريودنتال انفولتي طالع الروت تقدر اسوي عليه شولدر بروبريشن اكسبوجر قفل 100% واذا مو هاي السنسيتيفيتي حتى لو ما صار اكسبوجر انت مش هو بعينه يجيك سنه يوين فمن يشوفون واحد طالع الروت مالته غلط كافر انه اسوي له ليش؟ لان راح انت شو تسوي؟ هو البير يجي هيك راح يشيل كل ما يصعد فوق يعرض البير يصير اكسبوجر حتى لو منطقه تسوي هيد للبولبون ممكن زين اندودونتيكال تريتيتي السن ضعيف ما اريد اخذ نفس الصوره هاي علي صار انا شو مسوي فقط شايل الهايت اوف كونتور مبكى السن عدل مبكى السن عدل زين اذا لاحظ هسه شوف هذا السن اللي هو الفرتيكال بروبريشن ايش قد باقي انا فتنه سن الروم بينما بالشولدر بروبريشن مشكله شوف هسه انت هذا الكونزرفاتيف هذا مسوي له شولدر وهذا مسوي له فيرتيكال شنو 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 الغرض من عندي اني اسويه انه اخلي اني شولدر بروبريشن واخلي فيرتيكال بروبريشن هو حافظ اسنان فمن عندكم اسنان مثلا طالع الروت مثل ما قلت لكم او فد اسنان يعني هي سبب البريودنتال انفولفمنت واصلا هو هذا طلعوه على موديل جماعه البالجيكال اورينتاليس يفخن يحول الجنجيف من بايوتايب الى اكتيف يضرب الجنكشن مالت الجليوم ويخلي تمبرر ويعوفه شهر انت الجنجيف تصرف فيه وهذا اساسا طلع بوكيت يمكن باسكال يمكن مينوتي واجناسيو جماعه تمورفيث الكيت قلت لكم يجي لو في نوعين لو يجي هذا نهايته اصلع لو اللي يجي مثل البوليت الاصلع كنترول اعلى ما يسوي لك تروما سيطر عليه افضل هذا تروماتيك صراحه يسوي لك بليدنج وما تقدر انا مشتغل باثنينات يعني ذاك كان افضل تقريبا سعره $4 جماعه ابو عبيده عنده مكتب سينستر ما اعرف البقيه ما شاء الله
بس هم ما كانوا يعلنون عنه. تمام؟ ياخذ بس من جنجابر، يعني جنجابر ما ياخذ بطله، يفتحها بالعكس، يفتح لك السرقس حتى تاخذ طرف. اهم نقطه لازم من يتبارح حكيت لكم على الكاد كام، من يجي جو المختبر يسوي ديزاين مرات ينزل جو اللفته، هو انت مو مفتوحه مثلا اللفته يسوي هذا، يسوي خطا جسيم. انت هذا المكان اصلا ما محضر، لان هذا ما ياخذ، هذا بس هدفه يفتح سرقس. لان هذا اذا اخذ ايش راح يسوي؟ يسوي الفينش لاين، يصير شولدر. تمام؟ نحن هدفنا يشيل بس الهايد اوف كنترول هذا. فمرات يسوي المختبر انت اللي جوا ما قاص من عندك، عندك من تخسفات اندر كار، هو شو يسوي العين تاني مثلا ما يقعد الكرام، لان يجي الكرام صار بهالمنطقه من الكرام كاد كان مخسفه بالاطبي، تجي تقعد الكرام ما يقعد. لذلك انا قلت حتى ما سوي ريتراكشن بي دبل ريتراكشن، لان شو يسوي؟ ما تطلع له جوا السيركاس ما يعرف، هو لازم شنو حدوده؟ يوصل حدود الاندر كات وما يمد، من يسوي له شوت اندر كات تيمت، او على الاقل شنو فاتك؟ هو انت المفروض اصلا ان انا ماكو سمنت، يعني المفروض ان انا انت مفتوحه تسوي يعني سمنت جاب مفتوح بالشولدر. احنا نعرف دائما السبيسر وين يصير؟ يصير بالكروزر، وهاي المنطقه تقفلها ما بيها سمنت، هنا تختار اختيار نو سمنت جاب. ليش؟ حتى من يجي هنا ما يصير عندنا ليكج، ما يصير عندنا ليكج، فاللي يوقف السن هو منطقة الفينيش لاين اللي هو الشولدر، هنا نفس الحالة هاي اللي تشيك. زين، إذا أنت مسوي فيرتيبرال قاعدة هيج، تجي قاعدة على الـ على الـ على الداي اللي عندك أو الكاست يقعد هيج نورمال، بس من تجي قاعدة حق البيشنت وهو فوق أنت مسوي له داي سبيسر مثل الطبيعي مال الشولدر. زين، عندك الكرام راح يطمس جوا، تشوفه يضغط على الجنجل، يصير اوفر سيت، واحتمال حتى يطلع اوت اوف اوكلوجن لان ديبوت راح يجي، يعني يصير اوت اوف اوكلوجن لان ماكو شيء يوقفه، اللي يوقف اللي يوقف الكراون بالشولدر من هو الشولدر مالته، بس هنا من يوقفه؟ انت مسوي يعني مسوي يعني ابو المختبر، هو مو انت ابو المختبر غلطان، شو مسوي؟ مسوي الجاب ابروش نفسه دكتور مصطفى. لذلك احيانا بعض المختبرات ما يعرف هو عباله مسوي فيرتيبرال، بس هو مو فيرتيبرال، الفيرتيبرال بي بروتوكول خاص، يعني لازم يسوي عمليه يقيس الاندر كات، يقول هو يخطط الكاس باتفاق الطبيب، يقول له مثلا هنا عندي اندر كات ما وصل لهذا الديزاين، لان انت هنا ما عندك فينيش لاين، عندك فينيش اريا، ما تخاف يصير كيريز، ما عندك مكان يشلل فيه، والكران مالتك مثل السكين 0.15 ملم اللي 150 مايكرو، لازم يسويك اللي هو اسمه ريفرس كاب ابروتش داي سبيسر. طبعا هذا البروتوكول جماعه تمرت وانت مسوي، يفتح من هنا السمنت يخلي فارغ، يعني يسوي سمنت سبيس هنا وفوق يقفله، بحيث انت من راح يصير البوزيتيف سي يصير الكلوزر سيرفيس، لان الفورس كلها تتوزع وين؟ بالكلوزر. اكو نقطه البارحه ذكرناها، الشولدر هو اللي يتحمل الفورسز، بس بالفيرتيبرال من يتحمل الفورس؟ الكلوزر سيرفس. لذلك لازم اسوي كلوزر سيرفس جود ريدكشن، كل ما زيد التخون كل ما السن اقوى، لان الفورس ما تتوسع للفينش لاين، ما عندك فينش لاين، انت اصلا مسوي مارجن يعني رفيع. اضافه انه ممكن يسوي عمليه نقل الفورس على الاكسيال وول، لان الكراون ينقل جود موديل اوف الاستيك، خصوصا اذا زرقوني الاي ماكس يقدرون يسوي، بس لازم برس مو كات كام، يعني اذا الاي ماكس تخرطه يطق، تذكرون البرس قلت لكم ينحك، فهذا حقن قوي، انت الخراطه عمليه طرن واحد يثرم بها، ممكن باي وقت تصير كراك وتطق، بس الـ بس الـ بس الفريس لا ما تقدر تنحقن، فهذا لو يسووه بالبدايه 0.5 زرقوني وبعدين يرجع يقص به بالمانيوال، لو يسوي لك انجكشن اي ماكس، لان زرقوني ماكو بي انجكشن، اوكي؟ زرقوني ماكو بي برس، البريس تذكرون قلت لكم اللوست واكس تكنيك، يجي يسوي لوست واكس ويسوي انفستنج ويسوي كذا، اي كاستنج، مو هي كاستنج يمكن كلمه تستعمل للمتل اكثر، هذا هم مسوي بارتي بريس بس بالمتل سيراميك، شو مسوي؟ يحط متل كولا بالزرقونيا، زرقونيا كولا او مونوليثيك زرقونيا اللي هو زرقونيا الشفاف، الزرقونيا بثلاث اصناف 3-3 ستيبلايز اللي هو هذا مالتنا الاوبيك، الاعلى من الفوريتري ستيبلايز اللي هو شوي بي
جمالية وكل 5 فيتريا ستيبل على ستراغون الزرقون. الفايف فيتريا اللي هو يسمى هذا انتيرر زرقون صار شفاف كل شيء يسوي له هذا يسوي له كاركترايزيشن. هذا أنا ما أنصح بيه مال سينجل تو. هذا أنصح بيه مثلا سوي 6 أسنان 7 تطلع كل أسنان حلوة ما متميز. بس ما تريد تسوي عندك سنترال بصفة سنترال لود حط روحك بما يطلع ما يطلع لأنه أنت هنا صح هو بشفافية بس مو 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 ضمن الكراتر. وحتى لو تسويها بلد اب في الجون للكتفاق أحيانا. المونوليتك هو أصلا ليش أقوى هاي النقطة لازم أقول لكم يعني ما بيك فينيرك سيراميك. أنتم الشيبينج وين يصير صار بالسيراميك اللي هو شنو اسمه العلمي فيلد سباثيك قلت لكم يا البارح من تحكي بالمختبر لا تقولوا له كلمة سيراميك. سيراميك هذا اسم تجاري اسم يعني مصطلحي ممكن تقول له هذا بس قول له فيلد سباثيك. هذا الفيلد سباثيك شلون يسوي بالمختبر باودر كوندنسيشن باودر ومي ويدخله فن مو صح دكتور؟ تراكم يوم حتى يسوي فينير هو هسه وين دي الجون بي يسوون لك بارشل مثلا سيد دايس المكلوجر بي يسوي يقول له ايش سوى له بس هاي شلون راح اسوي مدري هذا يمكن اذا قاعده زايد شويه الضغط يطق انا ذاك انه مجاني ايماكس البليتال ثن شويه دستري كراون طقت البليتال شو لان مسوي ثن يعني هو ترى احنا من ليش الزرقوني يعني صراحه الزرقوني مجربه من يكون ثن مالي يتحمل خصوصا هذا اللي ما بي يعني ايش اسمه اذا كان زرقوني كولر 3 هذا كلش خوف لان هاي بعمليه التحول من المونوكلينيك الى تتراغونا او العفو بالعكس تتراغونا الى مونوكلينيك اللي يصير هاي مال ستريس ريديوسينج افكت اللي هو يسوي يوقف البروبيجيشن مال التوتر. طبعا هواي زرقون اذا تمر مره بتطورات اكو قامت جهال ابريشيت موجود يعني هو من السن مدرج الوان انسايزر ترانسلوسنت البلوكه من فوق شويه بها لون بس قلت لكم هاي ما استخدمها للسنجل توت لان التوت هذا ينمش ما ادري ينمش بعد بس من اسوي 7 اسنان تيل تطلع كل المتقارب شوف هذا هنا انت تخطط انت يجي كاس هيك شوفه منطقه لازم يرسم خطين هاي منطقه البوتم اوف ذا سيركاس وهذا الجنجبر كريست انت بين البوتم والجنجبر راس تنهي مالتك المارجن هاي مالتك المارجن تنهي على شرط انه مو قاعده من دركات لان صار دركات ما يقدر هذا شيء كيف الناس حط ماتيريال مثل بريشر انديكيتنج بيس دايت بودي المفروض بريشر انديكيتنج يشوف المناطق اللي يصير فيها انترفيرنس وين يصير عند الانترفيرنس يجي هنا يشيك مثلا شوف المفروض هنا ما يطلع عند دايت بودي المفروض دايت بودي هنا يشاد هنا فيرتيكال كمان قاعد معنا ما قاعد على كلوز معناه هذا لو بالمختبر حاط له سمنت جاب وهذا غلط لو اكو فد شيء ما قاعد عنده لان انت المشكله بالفيرتيبرا مش ما ادري وين ما عندك فينش لاين وين ما قاعد يقعد الوحيد الانديكيتر ما تدري جزء ابو المختبر مسوي عالي وراح يطلب الفيشن يقول لك عالي ما تدري انت ما قاعد عندك فهي هاي صعوبات الفيرتيبرا يتجنب ولا طبعا ما يسوي لان بيه مشاكل هوايه ابو المختبر ما يدبره لازم واحد حذر يعني يقعد مخططه يقول له هاي جنجاره ما ها هذا هنا سدي يسوي له خطط المكان ويسوي له ترمي بمني وراي تشوفون هذا مثل الدسكار دائما لما يفتر يسوي مثل الموس حتى ما يصير بعد عنده هاي المارجن يشغل بيها ما يصير عنده فود اكيميليشن هذا هنا اتصور بهذا الكيس صار عند تشيبينج بيل ضغط منطقه هنا كان شو مسوي معبر ليها شويه زايد عرض هاي النقطه قلت لكم اياها ما يقعد اخير شيء شويه سويته ضغطت كان طب حافه من عنده قاعد فهو هاي المشكله احيانا مو ما عنده فينيش لاين هذا يتيه يحطه بكل المكانات هو هذا تعرفون يعني الكاتر هو ماشين يعني فيها بيها يعني بيها تبعات بيها مشاكل بيها امور اخرى زين هنا انا ليش لجأت الى لان اصلا انا ما عندي تو ستراكشر بس هنا بس هنا تمام هذا البارحة قلنا لكم إن كانت البيشت أصلاً مسوي بريد سابق وواقع باقع بس أسنان فاضطريت أنا ما أقدر أرجع وطالع الروت فما أرجع أسوي الفينيش لاين جديد واحدة من الكيسات إنديكيشن من يجيك مثلاً طبيب مبارد الأسنان ما مسوي الفينيش لاين ما أسوي بعد الفينيش لاين ما أقدر أحول على الفيرتيبريب وأفضل الموضوع أو طاب سبجنجابل ووضعية تاي ومداندل ومرات شي يسوي ينزل الفينيش لاين سبجنجابل اللي وصل للبوتم هذا ما أقدر أدخله بعد واحدة من الأخطاء اللي أنا مرة وقعت بيها سوى ريتراكشن لك هذا وين المصلة وتبقى وراها إذا نازل بالفينش كان واصلة للبوتم يبقى الجنجيفا فلينت
فواحدة من الحلول انه اعتبر هذا الفينش لاين ماكو رايح انا اعتبر انه مو فينش لاين واصعد شويه فوقه اعتبره فيرتيكال فما ارجع اسوي فينش لاين ثاني. فسويناه زين. هذا طبعا اذا تشوفون هسه هنا احد يقدر يجي يقول لي هذا اكسبوز هذا مو اكسبوز يعني ما عنده فينش لاين اكسبوز روت زين. وهذا طبعا صار تروما بالمكان ما اذكر شنو كان بس هذا طبعا فيرتيكال وهذا سنتين سنتين ووضعيه تمام والامور تمام والحمد لله يعني هذا انت مرات من تشوف انت الشغل يعني الامور جيده. مو احنا شنو يخافون من الفيرتيكال اهم نقطه يخافون منها انه بريدنتال كونسيدريشن مو صار يكتب مصممين سلوشن يعني يقول لك هذا يصير اكيميليشن وفود امباكشن والجنجيفايتس على مود هالنقطه هم مو بس الكرام ينكسر وسابقا ما كانت اكو هذه التطورات فاللي يصير لو متل كولر لو زرغوني كولر لو من مونوليثيك لو تسوي مثلا ايضا مونوليثيك زرغونيا مونوليثيك ايماكس تسوي زين بس الايماكس اللي يكون مونوليثيك او الاناتوميكال اسم الثاني تسوي يعني ترانسلوسنت بي اتش دي يعني ما يصير تستخدم مونوليثيك معتم ما حلو يطلع شلون طباشير حاطه زين. هذا الاندر سايد شكرا لكم. اكو شيء موضوع السمنتيشن هو انا قلت لهم البارحه ما غطيناه لازم موضوع السمنتيشن نغطيه. انا صراحه ما عندي محاضرات عندك محاضرات نشرحها السمنتيشن تدري انت مو انت قلت مصطفى مو انت السمنتيشن راح يدخل فيه وايد شغلات من البوندنج يعني انت تدري السمنتيشن هو اكثر هو بوند يعني انت شلون تربط بالمتر شلون تربط بالالومنيوم شلون تربط بالزرقوني شلون تربط يعني ذني المجموعه ويعني برايي انا انه المفروض اكو محاضرات اصلا تصير على البوند بس انت سيمنتيشن ما شفت انت بتقطع يعني خطوات سيمنتيشن مال تراين ومتراين هاي حتى عندك الفيلير وما فيلير هاي كلها لازم تدخل يعني شغلات انه مشبوك مثلا الايجوز تشيكينج انتر بروكسيمال يا هي اكثر ترى خطوات عمليه انا صراحه ما عندي يعني ما مسوي شي محاضره يعني تعرف محاضره يعني بالضبط بس انت بس اقول لك دكتور مصطفى يونس احنا المفروض هنا اكو اهم شيء بس ما صار استثمار يعني انا هسه شنو فكرتي؟ اجيب ابو مختبر انا اشرح لهم على الكاستم يشرح لهم على سوالف الكاستم هم هو سبونسرنج للمختبر بس هو بالمختبر طبيب يعني مو هاي هم سبونسرنج للمختبر وهم هم مستفادين راح يعرفون على اشياء المختبريه عندهم ضرب به وهم يعني هو بنفسه يسوي لهم فديكران فور فري شوف شنو ويقعد وهم نجي نشرح لهم عليه يعني انا رايي لازم تكون في نشاطات احنا قلت له دكتور عباس احنا يكفي انه نشاطاتنا بس تكون عباره عن انا اشرح يمكن اكثر سيمينار سووا الجماعه الاريجيشن ماكو بعد شيء كريتيف بالموضوع يعني ما معقول انت واحد يستوي بدايه تعيينه ما له اي واحد لا يسوي سيمينار راح تركض وراهم وتركض كذا يسوي له محاضره شو قايلون ملكانات احنا انا قلت لهم جيبوا ملكانات حتى سوف تجيبوا بس المشكله الانجن شو انا هذا جيد دكتور عسال اذا والله جيب جيب الانجن اكو انجن مو كل المختبرات زين لا يعني انت تشيك شلون تسوي مو خصك تسوي
يعني تريد تشيك يعني قبل لا تسقط ايش شلون هل سيرفيس